هاي ان شاء الله كامل تكونوا بيان. في هذا الفيديو ان شاء الله حنبداو لونزيمولوجي. اليوما حنشوفو كلكي ديفينيسيون، نشوفو تانيك نوسيون تاع كوفاكتور كونزيم، نديرو كلاسيفيكاسيون تاع لي زونزيم، تانيك نديرو النوموكلاتور تاعهم اكسيتيرا. دونك قبل ما نبدا حبيت برك نهضر لكم سيكو لي زونزيم علاش حنقراوهم، سيدير علاش هو الانتيغي تاعهم. سيكو لي زونزيم يدخلو في الميتابوليزم تاع الكور تاعنا هكا. كيما على بالنا الميتابوليزم هو العمليات الارضيه اللي يصراو في الكور تاعنا، هما دي رياكسيون اللي يصراو داخل الاورغانيزم تاعنا. اي حاجه حناكلوها حتدخل في هذوما لي رياكسيون، تدخل في الميتابوليزم، سواء باش نجيبو لينيرجي، سواء باش نجيبو دوطخ موليكول اللي يكونوا اللي تسحقهم لا سيلول ولا يسحقهم نوتخ اورغانيزم. دونك هذوك لي رياكسيون تاع الميتابوليزم، هذوك لي رياكسيون راح يصراو بلونزيم. نفكركم برك سي كو يكون عندنا انزيم، انزيم يتركب ماده التفاعل اللي هي سوبسترا، ابخي ترى رياكسيون انزيماتيك وين حيمد لي برودوي، والانزيم حيتفكك وحده ماشي حي... الانزيم حيتليبيرا ثاني هكا. هذا هذاك شغل الرول تاع لي زونزيم، الانتيغي تاعهم. عندهم ثاني ادوار واحد اخرى بزاف، كيما لي زونزيم نقدروا نستعملوهم في دياغنوستيك تاع لي مالادي باغ اكزومبل، يكون عندنا في التشخيص تاع الامراض، معناتها يكون عندنا عضو مريض ولا حنروح نديرو لي دوزاج تاع لي زونزيم في الدم، كي نشوفو هذاك لونزيم طالع نقولو بلي فوالا عندنا هذاك لونغان مريض اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اليوم حنشوفو لي زونزيم ونقراو نديرو ليتود تاع ستركتور تاعهم، لي كاركتيرستيك تاعهم، ميم لا سينيتيك انزيماتيك. كي نهضرو ماشي في هاد لا فيديو حنديرو لا سينيتيك، مي كي نهضرو على لا سينيتيك دي زونزيم معناتها شغل لا فيتاس تاع لا رياكسيون تاع لي زونزيم، الحركة اللي يتحركو بيها، لا رياكسيون كيفاش تكون اكسيتيرا اكسيتيرا. يقولك بلي لازم نقراو كاع هادو الفايس باش نفهمو لاكتيفيتي انزيماتيك. عندنا كلكو ديفينيسيون. دونك لي زونزيم شنو هما؟ لي زونزيم هما من طبيعة بروتينية كيما على بالنا، كيما على بالنا بلي لي زونزيم كامل من طبيعه بروتينيه. كاين واحد الفاريتي تاع لي زونزيم اللي يكونوا نسموهم دي ريبوزيم. هذو هما لي ريبوزيم يكونوا شغل من طبيعه تاع لاغيان، يكونوا شغل يكونوا مخدومين من لاغيان، معناتها ستركتور تاعهم ما تكونش بروتييك هكا. دونك مي بلو بار تاع لا بلو بار تاع لي زونزيم سون دي بروتيين. يقول لك سون دي بروتيين جلوبولار، جلوبولار معناتها جايين مدورين، جايين شغل هكا مدورين. هذا واش معناتها جلوبولار؟ علاش جايين هكا؟ باش يكون عندهم واحد لو سيت اللي هو لو سيت اكتيف وين حتى تلصق هذيك السوبسترا وين حتى تلصق ماده التفاعل باش تصرا لا رياكسيون. علاش قلنا جلوبولار؟ باسكو كاين دي ستركتور واحد اخرين كيما ستركتور فيبريلار. فوالا فيبريلار تكون هكا، لي بروتيين ما راهمش فهاد ستركتور، لي بروتيين حنسيبهم توجور ستركتور جلوبولار داكور. دونك لي زونزيم قلنا سون دي بروتيين لي يكونوا جلوبولار كابابل دو كاتاليزي دي رياكسيون شيميك، يسموهم دي بيو كاتاليزور. دونك كي نقولو بيو كاتاليزور نهضرو قبل على واش معناتها كاتاليزور. كاتاليزور معناتها واحد، معناتها راح يدير لي هذا لونزيم واش راح يدير له، عنده ايفي كاتاليزور. واش معناتها ايفي كاتاليزور؟ سيكو راح يدير لي لاكسيليراسيون تاع لا فيت، راح يدير لي لاكسيليراسيون تاع لا رياكسيون، معناتها يزيد لي فلافيتاس تاع فلافيتاس تاع لا رياكسيون. هذا واش معناتها كاتاليزور. وتانيك ما يدخليش في التفاعل، معناتها على فان تاع لا رياكسيون حيقعد انتاكت، معناتها ما حيصرا له والو، ما تصرا له ديغراداسيون، ما تصرا له حتى حاجه داكور. وثانيك توجور في لو كور تاعنا، في لو كور تاعنا عندنا لي زونزيم يكونوا دو بتيت كونتيتي، معناتها يكونوا في كميات بزاف قليله. دونك هاد لي زونزيم نقولوا عليهم بلي اجيس ا فيبل كونسونطراسيون، معناتها كونسونطراسيون تاعهم تكون قليله وين حيخدموا. دونك جينيرالمون هادي واش معناتها كاتاليزور. بيو علاش نقولوا بيو؟ بيو بارابور او بيولوجيك، باسكو تخدمهم لا سيلول، باسكو هما كاينين في لو سون اكسيتيرا. دونك عندنا لي زونزيم سون دي كاتاليزور، بيو كاتاليزور على بها قلنا كاتاليزور بيولوجيك. كاتاليزور علاش؟ كيما قلت لكم اجيس ا فيبل كونسونطراسيون و اوغمونت لا فيتاس دي رياكسيون شيميك، صح بلا ما يدخلوا لي في لا رياكسيون، معناتها على فا حيقعدوا انتاكت لونزيم تاعي كيما كان في الاول، في لافا حيبقى كيما هو. وبيولوجيك علاش؟ باسكو لا برودكسيون تاعهم تكون باغ لا سيلول. يقول لك بلي كيما قلت لكم من دوكا توت لي زونزيم سون دي بروتيين سوف لي ريبوزيم، لي ريبوزيم باسكو لي ريبوزيم هذوما يكونوا من طبيعه تاع كيما لا غيان، فوالا يكونوا دي زاغيان كاتاليتيك، معناتها هما دي زاغيان بصح عندهم هاد ليفي تاع يكونوا دي زونزيم، معناتها ليفي كاتاليزر داكور. هادي بور لي زونزيم. نروحو للسوبسترا. سوبسترا شنو هي؟ سوبسترا سي موليكول كي اونتر دون لا رياكسيون بور اتر ترانسفورمي اون برودوي، معناتها عندنا سوبسترا. ديك سوبسترا تقدر تكون مش تحب، تقدر تكون جلوكوز، اسيد غرا، نيمبورت كل حاجه، ماده التفاعل تدخل في لونزيم باش تمد لي برودوي، والبرودوي هو هذاك الناتج اللي شغل جاني من لا رياكسيون كاتاليزي، معناتها كي درت هذيك لا رياكسيون كي لونزيم تاعي دار لي اون رياكسيون، على فان واش عندي؟ عندي ان برودوي.
هذاك البرودوي من جاني من لا ترانسفورماسيون تاع هذيك لا سوبسترا. سي كيما قلنا هنايا سيت موليكول ريزولت لا ترانسفورماسيون دو سوبسترا. داكور. ومن بعد هادشي عندنا الليغون. نشوفوا هنا الليغون حنهضروا شويه عليه. دونك الليغون هذا واش يكون؟ نقول لك باللي الليغون هو كور كيميك ايون اون ليزون سبيسيفيك افيك اون انزيم. واش معناتها؟ معناتها هذا الليغون راح يتركب لي فلانزيم ثاني. بصح هاد الليغون شوفوا اسمعوني بيان، هاد الليغون شوفوا يقدر يكون سوبسترا، يقدر يكون يدير لي اون اكتيفاسيون لهذاك الانزيم، ويقدر يدير لي اون انيبيسيون تاع هذاك الانزيم. دونك نفهمكم، دونك نقرا لكم هنا واش كتبنا ابخي نفهمكم واش راني نهضر. دونك سان كور كيميك ايون اون ليازون سبيسيفيك افيك اون انزيم. بور شاك ليغون ايل بور شاك ليغون ايل اكزيست او مون ان سيت دو فيكساسيون سور لا بروتين كي ريسوا. سافو دير عندنا انزيم، وعندنا في هذيك البلاصه تاع الانزيم عندنا انزيم، و الانزيم هذاك عنده بلاصه وين تلصق فيه هذاك الليغون. داكور. هذه حنا مهلا باش نزيدها لكم. هذا الليغون واش يقدر يكون؟ شوفوا معايا هذا الليغون يقدر يكون سوبسترا، يقدر يكون اكتيفاتور لهذاك الانزيم، ويقدر يكون انيبيتور لهذاك الانزيم. سوبسترا رانا فاهمينها، انيبيتور في ياك سوبسترا رانا فاهمينها، سوبسترا تركب في الانزيم وتصرى لا رياكسيون. انيبيتور واش معناتها؟ كيكون عندي لي زونزيم الوستيريك، نهضر لكم شويه على لي زونزيم الوستيريك. شوفوا لي زونزيم الوستيريك يكون عندنا اون رياكسيون، يكون عندنا اس سوبسترا مع انزيم، ومن بعد تيك تصرى لي لا رياكسيون. من بعد واش حيولي عندي؟ حيولي عندي برودوي. ومن بعد تيك يولي هذا لو برودوي كاين بزاف، ولا لا سيلول تاعنا ما تحقوش، ولا الجسم تاعنا ما يسحقوش، ولا نشوفو طالع بزاف. هذا البرودوي واش راح يدير؟ هذا البرودوي يروح ويتركب لي في الانزيم. كي يتركب لي في الانزيم يدير له انيبيسيون، معناتها راح يطبطو. علاش يطبطو؟ باش هذا الانزيم ما يزيدش يتركب مع السوبسترا ويمد لي برودوي، باسكو جي ديجا هذاك لو برودوي. داكور. هذه واش معناتها؟ هذه هي واش معناتها لي زونزيم الوستيريك. معناتها لي زونزيم الوستيريك عندهم واحد لو سيت وين يتركب فيه هذاك لو برودوي باش يدير انيبيسيون تاع هذاك لونزيم. وثاني واش قلت لكم يقدر يكون كوفاكتور. وقتاش يقدر يكون كوفاكتور؟ كي يدير لي لاكتيفاسيون تاع هذاك لونزيم اللي راح نشوفوها هنايا. دونك كوفاكتور هذا وشنو؟ كوفاكتور يقول لك باللي certains enzymes sont activées par elles-mêmes. واش معناتها par elles-mêmes؟ معناتها وحده sans autre groupe fonctionnel. معناتها انزيم يكون وحده صار له اكتيفاسيون يدير فيكساسيون تاع سوبسترا ويمد لي برودوي. باغ كونتر كاين دوطخ انزيم واش يسحقوا عندهم هادو لي زونزيم. كاين سيغتان انزيم قلت لكم يسحقوا كوفاكتور. هذا الكوفاكتور سي ان برودوي اللي يكون من طبيعه نو ماشي بروتينيه نو بروتييك، يكون كومبوزي نو بروتييك اللي نسميوه كوفاكتور. صح. هاد الكوفاكتور واش راح يدير؟ هذا الكوفاكتور شوفوا يكون انديسبونسابل بور لاكتيفاسيون تاع لونزيم. شوفوا اذا هذاك لونزيم ما يسحقليش كوفاكتور، هذاك لونزيم تاعي سي بون يخدم لاباس عليه. سي لونزيم تاعي يسحق الكوفاكتور يكون انديسبونسابل، معناتها لازم يكون عندي هذاك الكوفاكتور. داكور. صح. هذا الكوفاكتور واش يقدر يدير؟ دونك قال لك سان كور كيميك انترفينون اوبليغاتوارمون دون اون رياكسيون انزيماتيك. علاش قلنا هنايا اوبليغاتوارمون دون اون رياكسيون انزيماتيك؟ معناتها سي هذاك لونزيم راح يسحق هذا الكوفاكتور لازم يكون لي في لا رياكسيون. سي ما عنديش لو كوفاكتور ما عنديش اون رياكسيون، ولا راح يدير لي اون انيبيسيون بارسيال هذيك لا رياكسيون. دونك يقول لك بلي هذا الكوفاكتور واش حيدير لي؟ واش هو لو رول تاعو؟ يقول لك سوا يدير لي ترونسبور تاع السوبسترا ويلصقها لي في الموقع الفعال. معناتها واش يروح يدير؟ يروح يجيب لي سوبسترا، شغل يروح يجيب لي سوبسترا ويلصقهم لي في الموقع الفعال. ولا واش يدير؟ ولا يتركب، نوريها لكم هنايا، ولا يتركب في لونزيم باش يتركب في لونزيم يتركب لي فلونزيم باش ياكتيفيه، ولا يتركب لي فلونزيم باش يدير لي باش يرجع لي هذاك لو سيت اكتيف ولا هذاك الموقع الفعال متكامل مع مادة التفاعل. معناتها باش يدير لي اون كومبليمونتاريتي ستركتورال. كيفاش؟ هاي ليك هنايا باغ اكزومبل، شوفوا هنا واش عندي. شتو هذا الكونزيم؟ هذا باغ اكزومبل يروح يتركب لي فلونزيم هنايا. كي تركب لي فلونزيم هنايا واش حيدير؟ حيسقم لي هذاك لونزيم، يسقمهو لي باش المادة التفاعل هذيك باش السوبسترا تتركب بشكل تكاملي في لونزيم تاعي. هادو ما فارمي لي كاركتيرستيك تاع الكوفاكتور. داكور. واش قلنا ثاني؟ قال لك ثاني كيقدر ياكسبتي لي ان برودوي، واش معناتها؟ معناتها في لافان دو لا رياكسيون هو اللي يدير شغل يساهم لي في ليبيغاسيون تاع البرودوي. ويقال لك ودي فوا يبارتيسيبي في لا ستركتور تاع لونزيم كيما قلت لكم دوكا، يترك في لونزيم باش يمدلو ستركتور بريسيز باش هذاك باش السوبسترا تركب نورمال.
هادو هما لي غول تاعو جينيرالمون، ويقدر دي فوا يتركب لي فيه جوست باش يدير لي اون اكتيفاسيون هذاك لونزي. داكوغ، هذا هو لو غول تاع، هذا هو تاع الكوفاكتور. معناتها قلت لكم سي يا سيغتان انزيم اللي ما يسحقوش كوفاكتور، مي سي كاين، مي اذا كانوا لي زونزيم يسحقوا كوفاكتور لازم يكون، شغل لازم يكون هذاك الكوفاكتور باش تصالي لا رياكسيون. راني قلت لكم شنو هما لي كاركتيرستيك تاعو، واش يقدر يدير واش ما يقدرش يدير. دونك هادو هما لي كوفاكتور. لي كوفاكتور عندي، شوفوا عندي نوعين. عندي دي كوفاكتور يقدروا يكونوا دي زيون ميتاليك. واش معناتها دي زيون ميتاليك؟ معناتها شوارد بصح من طبيعه معدنيه. هادو هما الشوارد من طبيعه معدنيه. واش نسميهم دي زاكتيفاتور. كيما واش، كيما الزنك زد ان زد ان دو بلس. ياك الزنك هو ياك الزنك هو عباره عن، هو عباره عن شريده بصح من طبيعه معدنيه. باغ اكزومبل هذا الزنك يدخل، هذا الزنك يدخل لي في لاكتيفاسيون تاع لونيدغاز كربونيك. هذا لونيدغاز كربونيك يدير لي واحد لا رياكسيون تاني، دخل فيها البيكربون، دخل فيها السيرو دو اكسيتيرا. دونك لي كوفاكتور يقدروا يكونوا دي زيون ميتاليك، نسميهم دي زاكتيفاتور. يكونوا دي زيون ميتاليك، يقدروا يكونوا دي موليكول اورغانيك. يقدروا يكونوا دي موليكول اورغانيك. يقول لك اللي لا سينتيز تاعهم تكون باغ لي سيلول فيفونت. كيما شكون؟ كيما لي فيتامين. كيما واش لي فيتامين؟ صح، هادو هما لي موليكول اورغانيك. شوفوا واش قلنا اذا كانوا ديزيون ميتاليك نسميهم دي زاكتيفاتور، واذا كانوا دي موليكول اورغانيك كيما لي فيتامين نسموهم دي كوانزيم. داكور، نسميهم دي كوانزيم. معناتها لي كوفاكتور عندي سوا ديزيون ميتاليك نسميهم دي زاكتيفاتور، سوا دي موليكول اورغانيك نسميهم دي كوانزيم. ويكونوا دو تيب، عندنا دي كوانزيم اللي يكونوا ليبر ودي كوانزيم اللي يكونوا ليي. هنايا كيفاش هادي ليبر ولي؟ شوفوا معايا هنايا، شوفوا لي كونزيم لي يكونوا ليبر ثانيك تقدروا تلقاوهم مكتوبين كو سوبسترا. هذوما لي كونزيم لي يكونوا ليبر، شوفوا واش معناتها يكونوا ليبر. تو سامبلومون يكونوا ليبر معناتها ما يكونوش لاصقين في لونزيم، يكونوا عايشين وحدهم. جوست تجي سوبسترا يجو هما يتلصقوا في لونزيم باش يديروا لا رياكسيون. هذه هي. ولا كونسونطراسيون تاعهم، شوفوا معايا هنا واش انا كاتبين، هذه عفسه شويه مهمه. لا كونسونطراسيون تاعهم تكون نفسها، التركيز تاعهم يكون نفسه كيما سوبسترا. داكوغ، يقول لك بلي انترفيان دون لا رياكسيون دو مانيير ستوكيوميتريك. كي واش معناتها ستوكيوميتريك؟ هنايا واش يقصدوا بها سي كو لا كونسونطراسيون تاعهم تكون نفسها مع لا كونسونطراسيون تاع السوبسترا. فوالا شغل يكونوا نفسهم. بعد شوفوا جوست قلت لكم يجي السوبسترا يتركب لي فلونزي تروح السوبسترا صالو ديسوسياسيون عليه، ويديروا دي ليزون اللي يكونوا فابل افيك لونزيم باينه باسكو سون ليبر، يكونوا ليبر. داكوغ، وشنو هما لي كونزيم؟ لي زيكزومبل تاع لي كونزيم عندنا الناد بلس، الناد بي بلس. الناد هو نيكوتيناميد دي فوسفات. شوفوا هنا مرسم درت لكم سي ستركتور تاعهم باسكو ماشي امبورطون كو ستركتور تاعهم تاع الناد ولا ناد بي بلس، ماشي اصلا حنا لازم تحفظوهم ولا شغل كاين يديروهم في بوليكوب. سي جوست باش يوري لكم واش معناتها الناد واش معناتها ناد بي بلس. الناد هنايا هو نيكوتيناميد دي فوسفات. داكوغ، وعندي ثاني دي كونزيم اللي يكونوا ليي. هذوما لي كونزيم اللي يكونوا ليي هذه باينه. شوفوا ليي ما تح يكونوا مرتبطين دو مانيير اتخوات ولا دو مانيير فورت افيك لي زونزيم. داكوغ، اللي نسموهم ثاني دي غروبمون بروستيتيك كيما الفات كيما البي ال بي. هذو ثاني سون دي موليكول، دي موليكول شيميك. دونك هذوما لي كونزيم اللي يكونوا ليي هنا توجور يكونوا لاصقين في لونزيم، مكرهين له حياته توجور لاصقين في لونزيم. دونك انترفيير دون لا رياكسيون دو مانيير كاتاليتيك. Il ne se dissocie pas de l'enzyme, معناتها ما يتبعدوش على الانزيم، ما يتكسروش معاه، وعندهم دي فورت ليزون افيك الانزيم. وهنايا لا كونسونطراسيون تاعهم تكون نفس لا كونسونطراسيون تاع الانزيم. داكوغ، دونك واش انا نهضر، قلنا الكوفاكتور شنو هما؟ قلنا الكوفاكتور راح يديروا لاكتيفاسيون تاع الانزيم شغل اون جينيرال. داكوغ، نقدروا يكونوا دي زيون ميتاليك اللي نسموهم دي زاكتيفاتور، ويقدروا يكونوا دي موليكول اورغانيك كيما لي فيتامين يسموهم دي كونزيم. هادو مال لي كونزيم عندي زوج، عندي لي كونزيم لي يكونوا ليبر لي غاش دي سوبسترا يجيو يتلصقوا، وعندي دي كونزيم لي يكونوا لي لي يكونوا توجور لاصقين في الفلونزيم تاعنا. دركا هنايا هنايا واش حنا هضروا، يقول لك بلي لو تيرم اولو انزيم. واش معناتها اولو انزيم؟ يقول لك بلي اولو انزيم هو لو كومبلكس انزيماتيك كاتاليكمون اكتيفي بار سيكو فاكتور. لا بارتي بروتيك دو لانزيم اي الوغ نومي ابو انزيم، لا بارتي نو بروتيك كو انزيم. واش معناتها اولو انزيم؟ اولو انزيم هو اولو انزيم معناتها فيه اسمه فيه ابو انزيم. ابو انزيم هي لا بارتي بروتيك. لا بارتي بروتيك وشنو هي؟ لانزيم بروبرومون ديت. هذه هي لانزيم، هو لابو انزيم باسكو اي حاجه، شوفوا اي حاجه حنزيد لها ابو معناتها راهي بروتيك. دونك على بها قلنا قلنا لانزيم بلي من طبيعه بروتينيه غير نوع واحد، على بها قلنا ابو انزيم مع الكوفاكتور. معناتها يكون عندي انا ابو انزيم لاصق فيه كوفاكتور كيما هنا نشوفوا، عندنا كونزيم كونزيم مع ابو انزيم. واش يمدولي؟ يمدولي اولو انزيم. هذا مكان، هذو ماكش غير سون دي سينونيم.
مثلا راح نشوفو ستركتور تاع لي زونزيم، شفتوها اون ديتاي في لي بروتين، مي بون نعاودو نهضرو عليها. دونك عندنا ستركتور بريمير، شنو هاد ستركتور بريمير؟ هي لا سيكونس تاع لي اسيد امينيه، صح ولا لا؟ لا، تاع لي اسيد امينيه هاي ليك هنايا، هاديك ستركتور بريمير، اسيد امينيه اسيد امينيه يكونو مرتبطين بيناتهم بلي ليزون بيبتيد. عندنا ستركتور سكوندير، ستركتور سكوندير كيفاش تكون سوا دي زيليس الفا ولا دي فيي بيتا، معناتها تكون سوا بنية حلزونية الفا ولا بنية ورقية، بنية ورقية بيتا هكا غوالا. المهم تكون عندنا سوا دي زيليس الفا ولا دي فيي بيتا. وفي ستركتور تيرسيير، شوفوا معايا في ستركتور تاع تيرسيير يكون عندي بيبتيد واحد، شغل تكون عندي سلسلة واحدة، باغ اكزومبل تكون عندي هكا بنية حلزونية، ومن بعد تكون عندي هكا بنيه ورقيه، بصح شغل تكون شان وحده، فهمتوني؟ تكون شان وحده، ماشي باغ اكزومبل بليزيور شان مرتبطين فما بيناتهم، تكون شان وحده معناتها عندها بدايه وحده ونهايه وحده، داكوغ؟ يكونوا مرتبطين فما بيناتهم بليزيور ليزون، دي ليزون هيدروجين اكسيتيرا، ميم يكونوا في يكونوا مترابطين ثاني بدي بون دي سلفور دو سور الكبريتيه هكا. هنا برك حنهضر لكم على واحد الحاجه، نورمال ما نهضرش عليها هنا، نهضر عليها في لو سيت اكتيف، مي بون. يقول لك بلي هاد ستركتور تيرسيير عندها دي زاسيد اميني اللي يكونوا بولير، دي زاسيد اميني بولير معناتها اللي يكونوا هيدروفيل، معناتها هيدوبولي في لو سون، معناتها هيدوبولي في سمو في الماء، في السيرفاس اكسترن تاعهم، معناتها شوفوا معايا، معناتها شوفوا عندنا انزيم، هاوليك باغ اكزومبل هذا الانزيم في ستركتور اكسترن تاعو راح نلقاو دي زاسيد اميني بولير. علاش نلقاو دي زاسيد اميني بولير؟ باسكو هذوك لي زاسيد اميني بولير راح يسمحوا له باش يكون شغل باش يكون ذايب دون لو سون، داكوغ؟ باش يكون ذايب دون لو سون، باش يكون هيدروفيل، هذا واش معناتها؟ باش يكون صوليبل دون لو سون، سي سا. وعندنا قالك عندنا اون بارتي اللي تكون انتر، معناتها هذه اللي راكم تشوفوا فيها، هذه هنا، هذه تكون عندها لي زاسيد اميني اللي يكونوا نو بولير، اللي يكونوا فيغ لانتيريور، وهذوما لي زاسيد اميني نو بولير، معناتها اللي ما يكونوش دايبين في الماء، وين حيكونوا؟ حيكونوا في لو سيت اكتيف. علاش يكونوا في لو سيت اكتيف؟ باسكو بهم اللي حتصرا لا ليزون ما بيناتهم وما بين السوبسترا، هذا ما كان. ام بعد تيك نروحو ستركتور كواترنير، ستركتور كواترنير شوفو، ستركتور كواترنير يقول لك بلي هي شان تاع لي بولي بيبتيد، تاع لي بولي بروتين. واش معناتها بولي بروتين؟ معناتها فيها بزاف لي بولي بروتين، معناتها نلقى هكا بنيه، نزيد نلقى هنايا بنيه، نزيد نلقى هنايا بنيه، و باغ اكزومبل نلقى هنايا بنيه. شوفو بولي بروتين، بروتين وبروتين وبروتين وبروتين، بزاف متعدد البروتين، بروتين فوالا. وعندنا ما عندناش شغل شان وحده كيما في ستركتور تاع انترسيير، نو، عندنا بلوزيغ شان، نسميو هذوما لي شان بروتيك يكونوا اون اوليغومير، اوليغومير معنتها مير شغل من مونومير، مونومير معنتها وحدة، هنا يكونوا بزاف وحدات بصح عدد صغير، باغ اكزومبل عندي غير 4 وحدات نقولو له اوليغومير، داكوغ؟ هذه لا ستركتور يقولك بلي تكون في زونزيم ريغولاتريس ولا لي زونزيم الوستيريل اللي كنت نهضر لكم عليهم قبيلة، وين البرودوي راح يدير لي انيبيسيون تاعهم. دوكا راح نشوفو لو سيت اكتيف، دونك لو سيت اكتيف يقول لك سون زون، سون كافيتي، فوالا سيتوي دون لا زون انترن هيدروفوب كيما قلنا من قبيله، يكون جاي في الجهه التحتانيه وين لي زاسيد امينيه يكونوا هيدروفوب ولا نو بولير. او نيفو لا كل عندنا يدير لنا ان بوفوار كاتاليتيك دو لونزيم، معناتها في هذاك لو نيفو وين هذاك لونزيم تاعنا حيتلصق لنا في لو برودوي، فوالا من حيتلصق لنا في لو برودوي صرا لا رياكسيون. هنا واش يقول لك بلي في السمو في لو سيت اكتيف تاعنا، شوفوا معايا في لو سيت اكتيف باغ اكزومبل واش حيكون عندنا؟ عندنا اون بارتي دو فيكساسيون وعندنا اون اوتر بارتي دو ريكونيسونس. شوفوا عندنا اون بارتي سيت دو ليزون ولا سيت دو فيكساسيون ولا دو ريكونيسونس، باغ اكزومبل هذا اللي هنايا هذا راح يفيكسي لي ويتعرف لي ويدير لا ليزون مع ماده التفاعل. وعندنا سيت واحد اخر لي باغ اكزومبل هذا هو لو سيت كاتاليتيك، وين راح يدير لي لا رياكسيون باش يدير لي لا ترانسفورماسيون تاع البرودوي تاع سوبسترا اون برودوي، داكوغ؟ من بعد تيك هنايا قال لك بلي عندو دي زاسيد امين، نشوف بلي ماشي مهمين مي بون معليش نقراوهم. يقول لك بلي عندنا دي زاسيد امين كونتريبيوتور، يقول لك بلي بيرميت على بروتين على بروتين انزيماتيك دادوبتي اون كونفورماسيون سبيسيال بور كو لو ليغون بويس سادابتي. هنايا شغل شفت كيما قلت لكم قبيله الكوفاكتور يتركب فيه باش يتركب في هذاك لو سيت اكتيف باش يدير لي اون كونفورماسيون سبيسيال بريسيس باش كو سوبسترا هذيك تتركب، سي لا ميم شوز هنايا. شغل هذوما لي زاسيد اميني يديروا لي شكل معين باش هذاك لو سيت اكتيف يكون تكون عنده اون كومبليمونتاريتي ستركتورال افيك سوبسترا. يقول لك بلي عندي ثاني دي زاسيد اميني اوكسيلير اللي يديروا لي لا موبيليتي تاع لي زون
سيتوي او فازيناج دو سونتر اكتيف دو سونتر اكتيف شغل يحركوا لي هذاك لو سيت اكتيف هكا باش يرتبط لي مع ماده التفاعل. يقول لك عندنا ثانيك اسيد اميني دو كونتاكت اللي هما نيوت على رياكسيون انزيماتيك. فوالا من بعد هنا واش قلنا؟ قالك بلي لا رياكسيون انزيماتيك سو في ابل على فيكساسيون دو سيبسترا او نيفو دو سيت اكتيف، معناتها باش تصرالي لا رياكسيون لازم سيبسترا تلصق لي في لو سيت اكتيف هذاك، وهذاك لو سيت اكتيف دوات اتخ دون اون كونفورماسيون سباسيال بريسيز، معناتها يكون عنده شكل معين دو تال سورت كو سيبسترا تقدر تتفيكسا تقدر تتفيكسا فيه. وهنايا واش حنلقاو؟ حنلقاو دو موديل، معناتها قلنا واش انا نهضر قلت لكم باللي هذاك لو سيت اكتيف لازم تكون عنده ستركتور معين كونفورماسيون سباسيال بريسي داكور. حنلقاو دو موديل، عندنا موديل دو فيشر اللي عندنا الموديل تاع الكلي، موديل دو فيشر اللي هو الكلي اي لا اي سيرور. واش معناتها كلي سيرور؟ معناتها المفتاح والكادنا ولا القفل هذاك. هنا واش يقول لك؟ يقول لك شوفوا شغل عندنا اون كومبليمونتاريتي ستركتورال افيك هذا الكلي وافيك سيرور. هذا هو الموديل تاع دو فيشر. قال لك دونك سو موديل لا فورماسيون دو كومبلكس انزيم سوبسترا او سي نيسيسيت اون انتراكسيون انتر ان او بليزيور غروب فونكسيونيل دومين دو سوبسترا افيك دي موتيف دو لا كافيتي انزيماتيك. هنا واش حاب يقول لك؟ يقول لك باللي شغل بين لي غروبمون اللي حيكونوا في لو سيت اكتيف ولي غروبمون اللي راح يكونوا في السوبسترا هنايا هما اللي راح يتفاعلوا ما بيناتهم ويتلاصقوا ما بيناتهم باش تصرا لا رياكسيون. يقول لك باللي هذا الموديل اليكسبليك لا سبيسيفي لا سبيسيفيتي pardon spécificité تاع لونزيم pour son substrat، معناتها شغل كل انزيم شتو شغل الفتح كيفاش حيكونوا شغل المفتاح تاع بيت ماش حيفتح لك البيت الاخرى هكا سي لا ميم شوز شغل هذاك لونزيم حيكون سبيسيفيك للسبسترات تاعو يكون نوعي سي صح هكا نوعي اه يكون نوعي السبسترات تاعو. دونك هذا الموديل يدير يمد لي اون اكسبليكاسيون بلي صح لي زونزيم سون سبيسيفيك للسبسترات تاعو بصح ما يديرليش اون اكسبليكاسيون بار لي في دي زيفيكتور. وشنو هو لي في دي زيفيكتور؟ لي في دي زيفيكتور شغل هو نفسه برسك لي في تاع لي كو فاكتور كيما هضرنا عليهم. شتو كيما قلنا بلي لي كو فاكتور غير يتركبوا لنا شويه يبدلوا لي من ستركتور شغل يكونوا علاش يبدل يقدروا يبدلوا لي ستركتور باسكو يكونوا سوبل يكونوا فليكسيبل معناتها ما يكونوش كيما نقولوا ما يكونوش كيما هنايا كيما الكادنا والمفتاح شغل جايين ريجيد فهمتوني شغل الكادنا والمفتاح جايين ريجيد ولونزيم ماشي جاي ريجيد لونزيم جاي شغل فليكسيبل شغل سوبل شغل جوست شغل باغ اكزومبل يتركب فيه شويه تاع واسمو تاع الكوفاكتور يتبدل لي وحده ماشي يقعد هكا ريجيد شاد روحو وثاني جاي سوبل. على هذيك نقولوا باللي الموديل دو فيشر ما يديرليش اون اكسبليكاسيون على لي في دي زيفيكتور داكور. مي عندنا موديل واحد اخر اللي يسموه الموديل دو كوشلون. هذا الموديل دو كوشلون اللي هو الموديل تاع لي غون اي لا ما معناتها يد تاعنا ولي غون اللي لبسوه شتو اشاك فوا شغل اشاك فوا نديرو اشاك فوا باغ اكزومبل نجو نلبسو لي غون نروح نلبسو لي غون سواء تاع الشتا سواء تاع سبيطار غير نلبسو لي غون هذيك اليد غير نلبسو لي غون شويه شغل غير يدخل شويه صباحتينا هذاك لي غون راح يتسقب ويدنا تكمل تدخل ديراكتومون شغل هذه لا ميم شوز. هنايا سوبسترا غير تركب شويه مع لونزيم تركب شويه مع لونزيم شغل هذاك لونزيم يسقم روحو باش السوبسترا هذيك تدخل فيه بيان سي صا. وهذاك شغل يقدر يكسبليكي لي هذاك لي في تاع لي كوفاكتور اكسيتيرا ما كي كوفاكتور شغل يتركب لي باش لونزيم يسقم روحو على جال سوبسترا مي هنا السوبسترا غير تركب شويه حيسقم لونزيم روحو باش تصرا اون ادابتاسيون ستركتورال اكسيتيرا داكور. دوكا نروحو لي بروبريتي جينيرال دي زونزيم. يقول لك بلي لي زونزيم بوسيد دي كاركتيرستيك كي شوفوا يقول لك بلي لونزيم شوفوا لي بروبريتي جينيرال تاع لونزيم عندنا دي بروبريتي تاع كاتاليزور كيميك كاتاليزور كيميك شغل يكون في لي رياكسيون نورمال فوالا. يقول لك بلي اي لوغمونت لا فيتاس دون رياكسيون كيما قلنا من قبل كاتاليزور عنده ان افي كاتاليزور دونك اوغمونت لا فيتاس تاع لا رياكسيون مي نو بروفوك با دو رياكسيون او رون بوسيبل اون رياكسيون كي ني با sur le plan thermodynamique. هنا شوفوا واش حاب يقول. يقول لك شوفوا يقول لك باللي لي رياكسيون معناتها باغ اكزومبل انا تكون عندي شوفوا عندي رياكسيون عندي 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 سوبسترا تتحولي لبرودوي. يقول لك باللي هذوما لي رياكسيون اللي عندنا في لا ناتور اكسيتيرا هذوما لي رياكسيون يقدروا يصراو سون انزيم فهمتوني يقدروا يصراو بلا انزيم بصح لو كان يصراو بلا انزيم حيدو وقت بزاف 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 ويدو انرجي بزاف 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 باش يقدروا يصراو. دونك لونزيم شغل ماشي حيدير لي لا رياكسيون نو لونزيم حيسرجع لي لا رياكسيون لونزيم حيدير لي اون اوغمونطاسيون تاع لا فيتاس تاع لا رياكسيون. دونك يقول لك اذا ما كانش عندي اون رياكسيون تكزيستي سور لو بلان ثيرموديناميك
اللونزيم ما راحش يقدر يديرها باسكو ما تكزيستيش. شتو كيما يكون عندنا جلوكوز، ياك شوفوا عندنا جلوكوز مثلكم مثال، الجلوكوز يتحول لنا الجلوكوز 6 فوسفات، هذه في الميتابوليزم. سي انا ما عنديش هاد لا رياكسيون تاع جلوكوز يتحول لجلوكوز 6 فوسفات، لونزيم هذايا لونزيم اللي هو ليكزوكيناز ما راحش يقدر يدير لي هذه لا غي... ما راحش يقدر يدير لي هاد لا رياكسيون، يعني هذيك لا رياكسيون اكزيست با. معناتها انا سي هذاك الجلوكوز ما كاش هذه لا رياكسيون اكزيست با تاع جلوكوز يتحول لي الجلوكوز 6 فوسفات، معناتها هاد لا رياكسيون اكزيست با، هذا اللونزيم مش حيقدر يديرها لي. بصح سي كاين هاد لا رياكسيون، لونزيم حيسرع لي فيها ماشي حيديرها، كونطرا حيسرع لي فيها، باسكو هاد لا رياكسيون تقدر تصرا هكاك بلا لي زونزيم بصح طول بزاف. دونك لي زونزيم عندهم يديرونا ان اوغمونطاسيون تاع لا فيتاس تاع لا رياكسيون، بصح نو بروفوك با دو رياكسيون، معناتها اذا ما كانش هذيك لا رياكسيون ما تكزيستيش ما راحش يديروها لي، سي تكزيستي راح يسرعوها لنا. داكوغ كيما قلنا من قبيله ثاني سو تروف باردون انتاكت على فان دو لا رياكسيون، معناتها يقعدوا لابس بيهم ما تصلهم حتى حاجه، ما تصلهم كونسوماسيون وما يزيدوا في لا كونسونطراسيون تاعهم، يبقاو انتاكت. قولك ثاني او كور دي رياكسيون شيميك ريفرسيف لو كاتاليزور اكسيلير دو لا ميم مانيير لي دو فيتاس دو رياكسيون ايفولوون سيمولتانيمون اون سونس انفيرس. شوفوا نهضر لكم شويه على رياكسيون ريفرسيف رياكسيون اي ريفرسيف. بور لي رياكسيون ريفرسيف شوفوا تكون عندنا رياكسيون، شوفوا كتصرا تكون عندي، شوفوا عندي سوبستري يتحول لي البرودوي سو لي في تاع لونزيم، هذه لا رياكسيون اذا صرات في هذا الاتجاه تاع السوبستري يتحول لي البرودوي برك، هنا نقولوا عليها رياكسيون اي ريفرسيبل. اي ريفرسيبل معناتها غير رجعيه، اذا هذا البرودوي عاود تركب لي بلونزيم وعاود مد لي سوبسترا معناتها عاود صرا في هذا الاتجاه، واش نسميوها؟ نسميوها رياكسيون ريفرسيبل. هذه واش معناتها؟ يقول لك باللي هذوما لي زونزيم حيديروا لي، اذا كانت لا رياكسيون ريفرسيبل راح يديروا لي نفس لا رياكسيون بنفس الانرجي اكسيتيرا. يقول لك باللي هاليك ما يديروليش موديفيكاسيون تاع ليكيليبر فينا تاع لا رياكسيون. Toutes ces caractéristiques sont applicables aux enzymes, mais les enzymes sont plus efficaces. Hein, je regarde là les propriétés des catalyseurs chimiques. Les enzymes sont plus efficaces que les catalyseurs chimiques. وثاني كاينه عفسه مهمه لازم نهضروا عليها، سي كو كيما قلنا من قبيل يخدموا اون فابل كونسونطراسيون باسكو لا سيلول تاعنا تنتجهم كونسونطراسيون تري فابل، اجيس ا تري فابل كونسونطراسيون اي ابيس لينيرجي داكتيفاسيون دون مانيير بلوز امبورطون كان كاتاليزر. وشنو هي؟ علاش قلنا يديروا لي ان ديمينيسيون تاع لينيرجي داكتيفاسيون؟ هنا واش حاب يقول؟ حاب يقول سي كو لي زونزيم هذوما، شوفوا كيفاش حاب نفهمكم هنايا، درت لكم تصويره واحده اخرى صغيره. لينيرجي داكتيفاسيون هذوما هما واش يديروا لي؟ يهبطوا لي لينيرجي داكتيفاسيون. علاش يهبطوا لي لينيرجي داكتيفاسيون؟ باسكو شغل هذيك لا رياكسيون كتكون محتاجه انرجي كبيره، حطول باش تصرا صح ولا لا؟ بصح لونزيم واش يدير؟ لونزيم يهبط لي هذيك لينيرجي داكتيفاسيون، دونك يسحق شغل هذيك الرياكسيون تسحق غير انرجي صغيره، كتسحق هذيك الانرجي صغيره حتصرا. هذا واش معناتها؟ معناتها شوفوا احنا باش نسحقوا باغ اكزومبل كي نكونوا نسحقوا انرجي كبيره باش نديروا كش عفصه لازم انرجي كبيره، بصح لونزيم واش يدير؟ شغل الانرجي كبيره هذيك طول سي فري او با، شغل باش تبي انرجي كبيره اكسيتيرا حطول، بصح لونزيم واش يدير؟ يهبط لي هذيك الانرجي، معناتها هاد الانرجي هذيك تكون صغيره كامل، معناتها هكا غير ايفور صغير برك لا رياكسيون تصرا. هو واش يدير لي؟ يهبط لي هذيك الانرجي باش لا رياكسيون تصرا. دوك تفهموا في هاد المثال، شوفوا معايا هنايا شوفوا افيك لونزيم، شوفوا افيك لونزيم باغ اكزومبل هذا اللي راح يصوتي كيفاش هنا كي راح يصوتي من لهنا، حيسحق انرجي غير صغيره صح ولا لا؟ وحيديرها كشغل فيتاس مليحه سي فري او با، بصح سون لونزيم واش يلزم له؟ يلزم له قوه ويلزم له عفايس واحد اخرين باش شيكو يصوتي منا ويجي لهنا. هادي واش معناتها؟ لي زونزيم يهبطوا لي لينيرجي داكتيفاسيون باش هذيك لينيرجي داكتيفاسيون تكون صغيره ولا رياكسيون تاعنا تطرا فاسيلمون ا دي زينيرجي تري فابل، ما تشرطش علينا فوالا. وهنا ثاني كوليك مثال واحد اخر ثاني باش تفهموا، كيما هنا شوفوا هادو لي بالون صغار كيفاش شحال يسحقوا لي انرجي باش يصوتوا منا لهنا. بصح بلي زونزيم، لي زونزيم واش حيهبط لك؟ شغل حيهبط لي هذا الجدار باش هادو ما يديروش اي فور كبير ويصوتوا لي فاسيلمون. دونك لي زونزيم واش يديروا لي؟ يخدموا لي ا دي فابل كونسونطراسيون ويديروا لي اون ديمينيسيون تاع لينيرجي داكتيفاسيون. دوكا راح نشوفو ثاني لي زوطخ بروبريتي، عيط نقولكم هادي، نقولك بلي لي زونزيم كيما قلنا سون سوليبل دون لو باش تفهموها وباش تبرك قلتها لكم. وثانيك سون تيرمولابيل، واش معناتها تيرمولابيل؟ معناتها شغل ا دي كونسونطراسيون تري الفي
c'est pas concentration à des à température très élevée les enzymes ça rend dénaturation maintenant la structure تاعهم حتتخسر كامل كي structure تاعهم حتتخسر كامل يولو ما يخدموش بصح دي فوا دي فوا شوفوا واسمها شوفوا la température décline la vitesse de la réaction. Ça compte très élevé pour les dénaturations des enzymes. D'accord? Maintenant, on va voir spécificité des enzymes. Il faut dire qu'il y a une spécificité d'action. Je mets une spécificité d'action. Maintenant, chaque enzyme a une action spéciale. Par exemple, quand il y a des kinases, je vais vous donner une petite définition. C'est que les enzymes se minent par la réaction de leur Par exemple, هذا سميوه كيناز علاش كيناز باسكو يدير لي لي رياكسيون تاع الفوسفوريلاسيون اون بريزونس دا تي بي واش معناتها رياكسيون تاع الفوسفوريلاسيون معناتها لا تي بي كي هي ادينوزين تري فوسفات هو ينحي لي فوسفور من لا تي بي ويديرها لي موليكول واحد اخرى داكوغ دونك هذه هضرت لكم عليها برك دونك نعاودو لي السوجي تاعنا سبيسيفيتي داكسيون سي كو يقول لك بلي كل انزيم يدير اكسيون سبيسيفيك ليه هذه هي لي كيناز يديروا لي كو لي رياكسيون تاع الفوسفوريلاسيون la décarboxylase ينحيولي فونكسيون كاربوكسيليك اللي هي سي او او اتش دونك لي ديكاربوكسيلاز يديروا لي غير رياكسيون تاع ديكاربوكسيلاسيون واسمهم ثاني لوكسيداز يدير لي غير رياكسيون تاع لوكسيداسيون ريدوكتاز يدير لي غير لا رياكسيون تاع ريدوكسيون اكسيتيرا اكسيتيرا ماتنو ثاني عندنا سبيسيفيتي دو سوبسترا واش معناتها سبيسيفيتي دو سوبسترا معناتها كل انزيم يخدم كونتر سوبسترا شوفوا لونزيم اجي سور ان سوبسترا ou une classe de substrat. Une substrat, je fais une substrat ou là une classe de substrat. Maintenant, soit substrat واحد برك يخدم كونترها, soit classe تاع substrat. Donc on فهمو كيفاش. شوفو كيفاش عندنا spécificité absolue. يقول لك بلي لونزيم ناجي كو سور ان substrat unique. معناتها عنده substrat واحد يجي عليها كيما الجلوكو كيما الجلوكوكيناز يخدم لي غير مع الجلوكوز ني فوسفوريل كو لو جلوكوز هنا يكون سبيسيفيك. Mais spécificité large, et que l'enzyme agit sur plusieurs substrats, qui maintenant qu'on a une classe de substrats, elle agit sur plusieurs substrats d'une même classe. Qui m'a choqué, qui m'a l'exokinase. Je vous l'exokinase, vous savez, les aider les phosphorylations à les exosses. Donc, je fais une chose, les exosses. On m'a quand même les glucides, il y a un 600 atomes de carbone. Donc, il y a spécifique, les glucides, il y a un 600 atomes de carbone. صح بصح شغل كلاس منهم معناتها يقدر يدير لي لا رياكسيون تاع جلوكوز تاع مانوز تاع جالاكتوز تاع فركتوز اكسيتيرا هذه واش معناتها سبيسيفيتي لارج وهذا علاش قلنا يكون سبيسيفيك لان سوبسترا ولا اون كلاس تاع لي سوبسترا دونك ليكزوكيناز هنايا فوسفوري فوسفوري لي زيكسوس دون لو جلوكوز اكسيتيرا داكور قلنا هنايا قال لك بلي لي زونزيم سون دو ناتور بروتيك قلناها سوف هاي ليك هنايا سوف لي ريبو لي ريبوزين دونك كيسقسوكم في الفوسمو قولكم اس كامل لي زونزيم سون دو ناتور بروتيك نو يا دي زونزيم لي كونو دو ناتور داريان داكور توت لي زونزيم سون دي بروتيين سوف لي ريبوزيم اي دو سي في ال سو دي ناتور سو لي في دو لا شالور معناتها ا تمبيراتور تري الفي دو لا شالور صالون دي ناتوراسيون معناتها الاخرى تاعهم البنيه تاعهم حتخسر ريغولابل هنا ريغولابل كيما كنت نقول هنايا قلنا ريغولابل هنا حتفهموها اذا قريتو ميتابوليزم حتفهموها خير هنا كيما السمو عندنا المثال تاع فوسفوفريكتوكيناز هذا الفوسفوفريكتوكيناز يدخل لي في الرياكسيون تاع غليكوليز في لافان تاع هذا في لافان تاع هذا لا رياكسيون اللي هو البي اف كا 1 هذا هو لونزيم بي اف كا 1 هذا البي اف كا 1 يدير لي واحد لا رياكسيون المهم كي يدير لي واحد لا رياكسيون على فاش واش يولي يمد لي لا تي بي ومن بعد تيك هذه لا تي بي سي كانت عندي هذه لا تي بي هذه لا تي بي واش حدير لي حدير لي انيبيسيون تاع الفوسفوفريكتوكيناز اذا كانت عندي كما قلنا من قبل انزيم الوستيريك دير لي انيبيسيون تاعو هكا ولا تقدر ثاني تصالو اكتي تقدر تصالو اكتيفاسيون بار لام بي لام بي هذايا هو الادينوزين ادينوزين مونوفوسفات سي عندي انا لام بي معناتها شغل ما راهيش عندي لا تي بي دونك راح ناكتيفي الفوسفوفريكتوكيناز باش يمد لي لا تي بي دونك هنايا حيصراو لي ريغولاسيون وثاني هذه لا رياكسيون هي ايريفيرسيبل انا كي حنجي ندير لا ريغولاسيون مش حنديرها في لي رياكسيون اللي يكونوا ريفيرسيبل باسكو لي رياكسيون ريفيرسيبل يقدروا يكونوا يروحوا في لو سونس انفيرس صح لي رياكسيون ايريفيرسيب ما يقدروش يروحوا في لو سونس انفيرس معناتها انا اليو تاع الريغولاسيون حيكون في لي رياكسيون ايريفيرسيب كيما غليكوليز باغ اكزومبل انا كي نحب ندير اكتيفاسيون تاع غليكوليز نقدر نروح ناكتيفي ديريكتومون بي اف كا 1 باش يدير لي لا رياكسيون ويمد لي على فان لا تي بي هادي واش معناتها لا ريغولاسيون في لي زونزيم
سيكريتو الميتابوليزم تفهموها بيان. سينو فوالا كيما قلت لكم عندنا انزيم صالو انيبيسيون اكتيفاسيون باغ دي موليكول على شغل سولون لي بوزوان تاع لورغانيزم ولا سولون لي بوزوان تاع لا سيلول. هذا ما كان عندنا ثاني فاريتي موليكولير، هذو هما لي زيزون انزيم. شوفوا هنايا لي هذوما لي زيزو انزيم كيفاش يكونوا. يقول لك باللي هذوما، شوفوا هذوما لي ايزو انزيم، شوفوا يديروا لي نفس لا رياكسيون، معناتها يديروا لي نفس نفس لا رياكسيون، بصح وين يختلفوا شوفوا معايا، يختلفوا في شنو؟ يختلفوا في لا ريبارتيسيون تاعهم في لي تيسو في لورغانيزم. معناتها واحد حنلقاه في القلب، واحد حنلقاه في ليغا في الكليتين، واحد حنلقاه في الكبد في لوفوا اكسيتيرا هكا. شوفوا هما يديروا نفس لا رياكسيون، نفس لا رياكسيون معناتها اذا يديروا له اوكسيداسيون حيديروا له اوكسيداسيون، اذا ريدكسيون حيديروا له ريدكسيون، بصح يختلفوا في لا ريبارتيسيون تاعهم في لورغانيزم، معناتها كل واحد من حنصيبو. ويختلفوا ثانيك في ستركتور تاعهم، شوفوا يختلفوا في لا ناتور، يختلفوا ثانيك في ستركتور تاعهم. دوكا تيك نمد لكم مثال تفهموا. باغ اكزومبل كيما الالدياش، الالدياش هو لاكتيف دي زيدروجيناز. هذا الالدياش واش يدير لي؟ يدير يحكم لي البيروفات، هذوما دي رياكسيون تاع الميتابوليزم، يحكم لي البيروفات ويرجعه لي لاكتات داكوغ، معناتها توجور حيدير لي هذه لا رياكسيون، يحكم لي بيروفات يرجعه لي لاكتات، ستان لاكتات دي زيدروجيناز. دوكا هذا اللاكتات شوفوا واش فيه، فيه تيترامير، فيه كات سوزونيتي، معناتها شو كيما قلنا مقبله شوفوا في هكا اونيتي هكا باغ اكزومبل هكا تيترامير، معناتها كات سوزونيتي اونيتي واونيتي واحده اخرى. بصح هذوما لي كات سوزونيتي نلقاو فيهم دو تيب تاع البروتومير، بروتومير معناتها لي بروتيين، نلقاو فيهم دو تيب، معناتها عندي سوزونيتي اللي يكون واش يحبو. هذوما لي سوزونيتي هما سون دي بروتيين بصح دو تيب، حيث عندي تيب اللي هو اش اللي يكون في لو ميسك كاردياك معناتها في لو كور، وعندي تيب دو تيب واحد اخر اللي هو ام اللي نلقاوه في الميسك سكوليتيك معناتها في لو ميسك اي في الكبد. عندنا اش اي عندنا ام. شوفوا معايا يقول لك باللي كي تركب لي، شوفوا كي هذا الاش راهو هنايا بالموف وهذا الام راهو بالبلو. شوفوا يقول لك باللي باغ اكزومبل في ربعه يكونوا اش، يكونوا في ربعه اش نسميه ال دي اش 3، ونلقاوه في القلب باغ اكزومبل ونلقاوه في ليغا. شوفوا الستركتور تاعهم راهي مبدله، هما فيهم كات سوزونيتي، بصح هذيك لا ريبارتيسيون تاع لي تيب تاع لي بروتيين تاع لا ناتور تاع لي اسيد امينيو وتيب تاع البروتيين اللي خطره تكون اش خطره تكون ان، هي اللي حتمدلهم شغل تمدلهم ستركتور سبيسيفيك وتمدلهم ريبارتيسيون تيسيولار سبيسيفيك. باغ اكزومبل هذا الالدياش 1 نلقاوه في لو كور اي في لي ران. بعد تيك هنا شوفوا واش يتركبوا لي، تركب لي الاش والاش والاش 3 اش مع الام نسموه الدياش 2، نلقاوه في لي غلوبيل روج، نلقاوه في لي ران، نلقاوه في لو سيرفو اكسيتيرا. معناتها لا ريبارتيسيون تاعهم، معناتها ستركتور تاعهم حتتبدل، هما توجور حنلقى فيهم كات سوزونيتي، بصح هذوك لي بروتومير بصح هذوك لي بروتيين ام واش لا ريبارتيسيون تاعهم تكون ديفيرونت، خاطر هنا خاطر حنلقاهم كامل ام، خاطر حنلقاهم كامل اش، وكل واحد عنده التسميه تاعو، واحد حنلقاه في لو كور، واحد حنلقاه في لي غلوبول روج، واحد حنلقاه في لي موسكل اكسيتيرا. هذو شنو هما لي زيزو انزيم، معناتها سون دي زونزيم اللي عندهم نفس لا رياكسيون، ديروا نفس لا رياكسيون بصح ستركتور تاعهم تكون ديفيرونت، معناتها لا ريبارتيسيون تاع لي اسيد اميني وتاع لي بروتين تاعهم تكون ديفيرونت كيما هنا شفنا هنايا، كل واحد كيفاش ريبارتيسيون تاعو. وثاني ريبارتيسيون تاعهم ديفيرونت تكون او نيفو تيسولار، كل واحد يكون سبيسيفيك للتيسو معين داكوغ. كيما شفتو كيما قلت لكم في الديبي هنايا باغ اكزومبل انايا باش نروح نشوف اسكو باغ اكزومبل كاش اورغان من هذوما راهو مريض ولا لي سيلي تاعو راهو ميتين، هو يدير لي ليبراسيون تاع هاد لونزيم. نروح نقيس لونزيم تاعي، نروح نقيس لونزيم تاعي في سمو، نقيسو في الدم، اذا لقيتو طالع حنقول باللي باغ اكزومبل هذا، اذا لقيت ال دي اش هاك ال دي اش نلقاوه في لوكا، اذا لقيتو طالع نقول باللي لوكا راهو مريض، ال دي اش دو نلقاوه في لي غلوبول روج، اذا لقيت طالع نقول باللي كاين بروبليم في لي غلوبول روج اكسيتيرا. هذه هي لي زيزو انزيم. maintenant شوفو النومونكلاتور. نومونكلاتور كلاسيفيكاسيون دي زونزيم. دونك يقول لك باللي لي زونزيم سيغتان انزيم كيفاش كنا مسمينهم، قال لك كنا مسمينهم بيبسين تريبسين اكسيتيرا، هذه التسميه تاعهم اللي كانت كاينه من قبل. ومن بعد هاتيك قال لك ولات كاينه النومونكلاتور وين نيتيليزي واحد لو سوفيكس اللي هو از، معناتها سواء نديرو اي شوفوا نديرو للماده هذيك اللي حت معناتها للسوبسترا
اللي حتصاروا لا رياكسيون زيدوا له الافان از، كيما اذا كان فوسفور يولي فوسفاتاز، اذا كان لوري يولي اورياز. سوا قال لك نزيدوها لا رياكسيون كاتاليزي، معناتها لا ناتور تاع لا رياكسيون. اذا كانت اوكسيداسيون اوكسيداز، اذا كانت ادغوليز ادغولاز اكسيتيرا. قال لك بصح دوكا شغل في لي زارتيكل كامل لي بيوشيميستو كامل، قال لك عندنا اون كلاسيفيكاسيون واحده اخرى لي راهي بروبوزي بور نومي دو فاسون نون شغل باش دو فاسون بريسيس نسميو لي زونزيم تاعنا، نسموها لا نومنكلاتور اوفيسيال. يقول لك بلي شاك انزيم لازم يكون عنده ان نيميرو دو كود، ان نون سيستيماتيك، و ان نون كوما ريكوموندي. دوك نشوفو كاع شنو هادوما. لو نيميرو دو كود هذايا يقول لك بلي كل انزيم لازم يكون مسبوق ب او سي. وشنو ها او سي؟ هي لا كوميسيون دي زونزيم. هكا ام بعد تيك موراه واش يجي؟ يجي كات شيفر، حيث لو شيفر الاول كيما هنا دبليو في هو لا كلاس تاع لونزيم. هذه لا كلاس تاع لونزيم اللي تكون لو تيب تاع لا رياكسيون. الشيفر الدوزيام هذا يقول لك بلي تكون لا سو كلاس، وهذيك لا سو كلاس تكون لو تيب تاع لا فونكسيون دو سوبسترا، لو سوبسترا ميتابوليزي هو التيب تاع الفونكسيون تاع السوبسترا ميتابوليزي. هنايا في الشيفر 1 تكون تيب تاع لا رياكسيون، وهنايا تكون لا فونكسيون تاع السوبسترا ميتابوليزي. دوك نديرو مثال تفهمو خير. واش الشيفر 3 اللي يكون هنايا في الايكغاك هو سوسو كلاس، حيث هذاك السوسو كلاس يكون يكون انديك لا ناتور شيميك تاع لاكسبتور. باسكو علاش؟ كي زعما تيك انا نحي برودوي، نحي ماشي برودوي، نحي موليكول من موليكول وحده، ومن بعد تيك هذيك الموليكول حنديرها نديرها في موليكول واحد اخر. دوك نفهمكم كيفاش. عندنا ثاني لو كاتريام شيفر، واش يكون لو كاتريام شيفر؟ يكون لو نيميرو تاع لوردر تاع لوردر تاع لونزيم اللي هذا اللي يكونوا كاينين في جداول. معناتها احنا عندنا كل انزيم عنده نيميرو دورت سبيسيال ليه. لازم نديرو مثال باش تفهموا. داكوغ، هادو دوك نعاود نولي ليهم باش نمدلكم مثال. جو بريفير نكمل شاك انزيم واش لازم يكون. قلنا بلي لازم يكون ان نيميرو دو كود. انا شفنا لو نيميرو دو كود واش يكون. يقول لك عنده ان نون سيستيماتيك. هذاك لو نون سيستيماتيك يقول لك بلي لو نون سيستيماتيك اللي يدير لي لا ناتور تاع الدونور، لا ناتور تاع لاكسبتور، اي لو تيب دو لو تيب تاع لا رياكسيون كاتاليزي. معناتها اللي راح يمد لي اللي راح يمد لي غروبمون نسميه، واللي راح يكسبتي لي هذاك الغروبمون نسميه، واللي نسمي ثاني لا رياكسيون كاتاليزي ناتور تاع لا رياكسيون. وعندنا ثاني لو نون كوما ريكوموندي. قلنا بلي شاك انزيم لازم يكون عنده ان نيميرو دو كود، ان نون سيستيماتيك، ان نون كوما ريكوموندي. هاد النون كوما ريكوموندي اللي نعرفو حنا كامل كيما شكون هاي ليك فوالا لابلاسيون كونساكري بور لو اساج، كيما شكون؟ كيما الجلوكوكيناز، كيما لاكساد ديزيدروجيناز، كيما اسبارتات امينو ترانسفيراز اكسيتيرا. دوكا راح نديرو مثال تاع الجلوكوكيناز قبل. شوفو الجلوكوكيناز واش يدير باش تفهموها. الجلوكوكيناز هذا واش يدير؟ يحكم لي جلوكوز، صح؟ هذا جلوكوز واش يدير له؟ يحكم لي جلوكوز. شوفوا عندنا جلوكوز وعندنا ثاني لا تي بي. هكا عندنا لا تي بي، هذا الجلوكوز واش حيديره لي؟ حيحوله لي الجلوكوز 6 فوسفات، حيحوله لي الجلوكوز 6 فوسفات. معناتها او نيفو دو غروب مون نيميرو 6 حيلصق لي فيه فوسفات. هذا الفوسفات من حيجيبه لي؟ حيجيبه لي من لا تي بي. معناتها من لا تي بي حينحي منها فوسفات ويلصقوا لي في الجلوكوز. او نيفو دو كالكربون، او نيفو دو كربون نيميرو 6، والكربون نيميرو 6 سي اذا كم شايفين في الجلوكوز سي تان الكول. هكا دونك باش نروحو نديرو لو نيميرو دو كود نكتبو او سي. بعد قالك نديرو دو. علاش دو؟ قالك بلي باسكو قلنا لو بروميي شيفر هو لو تيب تاع لا رياكسيون، باسكو هذه لا رياكسيون حيتصرا فيها لا ترانسفيراس، حيتصرا ترانسفورماسيون تاع لي غروبمون. دونك على بيها درنا دو باسكو ترانسفيراس. بعد درنا سات. علاش درنا سات؟ باسكو لو غروبمون ترانسفيري اي تان فوسفور، باسكو الجروبمون اللي راح تصالو ترانسفير هو فوسفور. فوسفور حنحيوه منه نركبوه في الجلوكوز. داكوغ، باسكو قلنا في الدوزيام شيفر سو كلاس، باسكو قلنا في الدوزيام شيفر اللي تكون لا سو كلاس عندنا لو تيب تاع الفونكسيون دو سوبسترا ميتابوليزي، ولو تيب تاع سوبسترا ميتابوليزي هو هنايا شكون هو؟ الفوسفور. ومن بعد تيك هنايا ان عندنا لاكسبتور اللي راح يكسبتي لي هذاك الفوسفور. شكون هو؟ هو الجلوكوز. او نيفو دو كال غروبمون؟ او نيفو تاع الجروبمون تاعو الكول. دوك على بيها درنا ان. ومن بعد تيك على فان دو. علاش درنا دو؟ لو كاتريام شيفر يقول لك لو نيميرو دورت تاع لي زونزيم، لو نيميرو تاع لورد تاع لونزيم تاع الجلوكوكيناز هو دو. دوك على بيها درنا دو. هكا ومن بعد تيك عندنا لو نون سيستيماتيك. لو نون سيستيماتيك واش قلنا نصيبو فيه؟
لو نو سيستيماتيك، قلنا نديرو فيه لو غروبمون اللي راح نديرو منو ترانسفير، والغروبمون اللي حيكسبتي لي، والنوع تاع لا رياكسيون. ياك هكا دونك على بها قلنا لا تي بي دي جلوكوز 6 فوسفو ترانسفيراز، معناتها حتصرالي او نيفو دو كربون نيميرو 6 حتصرالي فوسفو فوسفو ترانسفيراز. هاي اللي شوفوا واش قلنا هنايا، قلنا باللي هاليك واش قلنا، قلنا باللي لو نون سيستي لو نون سيستيماتيك واش يكون فيه، يكون فيه لا ناتور تاع الدونور اللي راح يمد لي الفوسفور، والتي ولا ناتور تاع لاكسبتور، ولا غاي لو تيب تاع لا رياكسيون كاتاليزي، ولو نون كومون اللي نعرفوه كامل هو الجلوكوكيناز. داك هذه هي النوموكلاتور. دونك نتوما ماشي راح تحافظوا زعما تيك كل انزيم عنده 2 7 1 2، باسكو اصلا حتى مش راح تصيبوها في لي بوليكوب تاعكم، وهذه نلقاوها في زارتيكل اكسيتيرا. دونك نتوما معكم مليح تشدوا غير لو نون كومون، هذا راح تشدوه بيان سور في الميتابوليزم جينيرال، مو راح تشدوه في لي انزيم. اي فوالا لو تو، واش راح تكونوا فهمتوا؟ اذا ما فهمتوش تقدروا تصيفطوا في لي كومونتير. اي ميرسي.